الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات رب لترضى. ومعنا الشباب. في سؤال يا شباب، تفضل يا حكي. مولانا المرة اللي فاتت تكلمتنا بشكل مختصر عن نسبة الألفاظ للمعاني. نعم. فبنستأذن حضرتك تكمل لنا تفصيل فيها. نسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان. مين اللي بيقول كده؟ بيقول كده الأخضري في المنطق، في منظومة كده للمنطق اسمها السلم. فيقول لك ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان، يبقى 5. إيه هما الخمسة دول؟ بيقول لك في لفظ قصاده معنى، لكن المعنى ده بالنسبة لي متساوي، أفراده متساوية، فده يسموه المتواطئ. متواطئ يعني دي زي دي زي دي زي دي. المثال بتاعه إنسان. لما نجيب أي واحد فيكو الإنسانية متساوية، في أحمد زي الحاج أحمد زي سيد أحمد، كله واحد إنسان، يبقى ده نسميه متواطئ لأن الأفراد بتاعته هي هي. لكن في ساعات الأفراد بيبقى ليها درجات، دي نمرة 2، الأفراد ليها درجات. يعني إيه ليها درجات؟ خد عندك مثلا كلمة ناجح، واحد ناجح اللي جاب 51% ناجح، واللي جاب 99% برضه ناجح، اللي طلع الأول على الفصل ناجح، اللي ما طلعش وطلع الأخير برضه ناجح، ما هو جاب 51. هل نجاح 51 زي نجاح 60، والـ60 زي الـ70، والـ70 زي الـ90، والـ90 زي الـ100؟ الإجابة لا. يبقى أفراد الناجحين مش زي بعضهم، زي ما بيقول لك صوابعك مش زي بعضها، يبقى أفراد الناجحين. فده يسموه إيه؟ المشكك. نمرة 3، المشترك. إيه المشترك ده؟ سبحان الله، لفظ واحد لكن ليه معاني مختلفة. المفازة. مفازة يعني ايه المفازة؟ يعني الحاجة الصحراء يسموها مفازة لأنها تهلك الإنسان. هي مفازة ولا بتهلك؟ ما بتستعمل الاتنين. مفازة معناها انك تنجو، ومفازة معناها انك تهلك. يبقى ده مشترك. طيب سليم. سليم يعني واحد صحيح بصحته، ويعني واحد مريض. وفي الحديث فمررنا على رجل سليم، يعني رجل مريض، فعملوا رقية وبتاع مش عارف ايه، خف بإذن الله. فكلمة سليم تبقى الاتنين. موجود مثلا في عفا. عفا يعني ايه؟ عفا يعني ساب الامر زي ما هو، زي اعفاء اللحيه. اعفاء اللحيه يعني اطلق لحيته، ما قرب لهاش. وعفت الديار يعني ما بقاش فيها ولا طوبه، يعني عفا ما فيش ولا حاجه عندي. وعفا ايضا معناها فيه كل حاجه، هي يعني مفيش حاجة ولا في كل حاجة، الاتنين. يبقى دي ايه؟ الضاد دي مشترك.
حقائق الأشياء فيها مختلفة، الاشتراك. يبقى التواطؤ الحقيقة واحدة ومتساوية، والاشتراك الحقائق مختلفة، والمشكك بتحتار وتتشكك هو من هنا ولا من هنا. البياض تلاقي أبيض ناصع وتلاقي أبيض نص نص، وتلاقي أبيض زهري، وتلاقي أبيض أبيض بتاع الثوب غير أبيض بتاع اللبن غير البياض بتاع السحاب. طب هو بياض، كله بياض، لكن أفراده مختلفة فبيشككك. يا ترى ده متواطئ لأنه كله أبيض، ولا يا ترى ده مشترك لأن أفراده مختلفة فسموه المشكك عشان كده. يبقى عندنا التلاتة دول لازم نفهمه. الله مؤمن وأنا مؤمن. مؤمن هنا دي اللي أطلقت على الله وأطلقت على البشر من قبيل إيه؟ اوعى تقول متواطئ، لأنه معناها إنك أنت حاشا لله أن تكون مثل الله، أو يكون الله حاشاه إنه مثل المخلوقين. لا، معروف عندنا إن الرب رب والعبد عبد، وهناك فارق كبير بين المخلوق والخالق، فهي ليست متواطئة. مشكك ولا مشترك؟ مشكك كلام بعض الأشاعرة، مشترك كلام الإمام الغزالي حجة الإسلام. يعني ايه مشترك؟ يعني القوة بتاعت ربنا غير القوة بتاعتنا خالص نهائي، وليس هناك ما يجمعها، مفيش قدر مشترك بيني وبينه. الله قوته متفردة لوحدها، ولازم تفهم كده إن لفظ قوي دي أو لفظ مؤمن أو لفظ مهيمن ولفظ وهاب مثلا، لا مختلفة. ده بيقول لي الشيء كن فيكون. أنت الوهبة بتاعتك مرزوقة، أنت جايبها من الدولاب وحاطها له، هو اللي عطاها لك وبتديها له. واخد بالك ازاي؟ بتديها للفقير اللي محتاج. لا، الوهب مختلف، ده هناك وهب خلق، لكن هنا وهب ايه؟ استبدال. اذن فكلام الامام الغزالي كلام عالي قوي، وهو ان صفات الله التي تطلق على الله وتطلق على معاني اخرى زي السلام، الله هو السلام، والسلام معناه ضد الحرب، أو السلام معناه التحية، السلام عليكم. إيه علاقة ده مشترك؟ بمعنى أن اللفظ واحد ولكن المعاني مختلفة تماماً، لا علاقة لها أبداً. الأشعري بيقول، بعض الأشعار، ده مشكك. إزاي؟ أصل القوة بتاعت ربنا كبيرة قوي، والقوة بتاعتي أنا ضعيفة قوي، بس يعني قوة معناها أنها ضد الضعف. الإمام الغزالي بيقوله لا، أنت مش فاهم، ده قوة ربنا شيء آخر، شيء آخر تماما من قوة المخلوق. ده مخلوق إيه اللي قوي؟ ده المخلوق ده عبارة عن زي شريط سينما كده يعني. إذا عرفنا إن الأسماء منها متواطئ ومنها مشكك، اللغة يعني منها متواطئ ومنها مشكك ومنها مشترك، السؤال طب أسماء الله من أي نوع؟ هنختار كلام الإمام الغزالي اللي بيقول إن أسماء الله سبحانه وتعالى من قبيل المشترك، وعلى ذلك فما تحاولش تلخبط بين ده وده وكذا. انت اذا تكلمت بالمشترك تقصد معنى معين وهو الاله، مش هيختلط اطلاقا باي معنى تاني، هيكون متفرد وحده
سبحانه وتعالى. فالكلام ده موجود في مؤمن وموجود في كريم وموجود في مهيمن وموجود في وهاب وموجود في ودود وموجود وهكذا. لكن الأشياء اللي ليها معاني أخرى يعني ربنا سبحانه وتعالى استعملها في هذا وذاك، مش معاني مشتركة حتى، لا ده هي نفسها بتستعمل لمعنيين، فيبقى لازم تقيدها علشان تشوف ايه هي. زي ايه مثلا؟ زي بيت، فيه بيت الله وفيه بيت الزوجية مثلا، لازم بقى تحدد، لازم تقول انت تقصد بيت ايه. بس في البيت المعمور ده حاجة تانية خالص، غير بيت الله وغير بيت الزوجية، ده حاجة تانية خالص، يأتي بالإضافة أو تظهر بالإضافة. محمد سيدي، يعني في المشترك يا مولانا، مثلا نتكلم على الكريم مثلا أو الكرم، ربنا هو الكريم، طب هل إحنا أثبتنا الكرم للمخلوق؟ يعني إن هو عنده من الصفة دي بدون الكرم؟ شك إنه الراجل اللي لما ينزل له ضيف وما يلاقيش عنده ذبيحة يذبح الفرسة بتاعته علشان يوكله، إنه ده كريم. وقلنا قبل كده في الكنايات كثير الرماد طويل العماد مش عارف قريب الناد، ده كريم، واحد كريم، يعني كريم بمعنى معطاء، بمعنى أنه يعطي، والحب عطاء. لكن عطية ربنا مختلفة عن عطية البشر. عطية البشر جاية من معاناة، وعطية الله جاية بالأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعد الفاصل نستمر في هذا الحوار الطبيعي. الرحمن الرحيم، عدنا من الفاصل في أسئلة تانية. تفضل يا محمد. حضرتك كنت يعني حضرتك بتقول لنا قبل الفاصل ان هو في المشترك احنا بنثبت جزء من يعني او في كرم للكريم مثلا، بس انا جوايا حتة كده صوت مستحي، يعني هو اصلا ما هو كرم ربنا، كل حاجة ما هي بتاعته في الاخر، يعني هو الكريم بيجيب كرمه منين؟ يعني ما هو بتاع، ما هو في فرق ما بين اللغة وفي فرق بين شعوري بالحال. أنا أشعر أمام الله سبحانه وتعالى بالعدمية، أشعر أمام الله سبحانه وتعالى بأنني كأني مش موجود، هذه شعورات، والشعورات دي قد تكون طيبة أيضا. هل ده شعور ولا دي الحقيقة؟ بالنسبة لإيه؟ يعني طيب أنت هتسمي إيه الرجل البخيل وضده الرجل مين؟ هتقول إيه؟ هتقول الرجل الكريم. ومكارم الأخلاق جاية من الكرم، وقال له إن أباك كان يحب مكارم الأخلاق، لما قال لسفانة أخت عدي بنت حاتم، فقال لها أبوك على فكرة كان بيحب مكارم الأخلاق. ليه كان بيحب مكارم الأخلاق؟ حاتم الطائي يعني اشتهر عنه الكرم، فطمعت البنت فقالت له أفي الجنة هو يا رسول الله؟ مدام بقى يعني ها، قال الجنة مش بتاعت الرسول ولا بتاعت المسلمين ولا بتاعت حد، دي بتاعت ربنا، ولذلك احنا مناش ان احنا حسب الله سبحانه وتعالى ما يفعله. قال أفي الجنة؟ قال لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنما كان يفعل ذلك لسمعة يتسمعها. كريم بس عايز بيسموه بالإنجليزي براند،
اسم يعني كده، ها عايز يبقى له اسم، جايزة كذا، جايزة كذا، فورد وفولبرايت ومش عارف ايه وكذا. طيب بس المهم انك تعمل الجائزة دي لوجه الله، مش عشان اسمك ينتشر. عايز اسمك ينتشر ماشي خلاص، خدت الانتشار الحمد لله، نوبل خد الانتشار وفولبرايت خد الانتشار وفورد خد الانتشار وكل حاجة في أمانة الله. لكن قواعد يوم الآخرة حاجة تانية. هل هذا كان لوجه الله؟ كان النبي عليه السلام يذكر ابن جدعان، وكثيرا ما يقول عبد الله بن جدعان فيتبسم. فالسيدة عائشة لاحظت عليه كده فقالت له يا رسول الله ما لي أراك تتبسم كلما ذكر ابن جدعان؟ فقال كانت عنده قصعة يثرد فيها الثريد الفتة باللحمة يصعد إليها بالسلالم، قصعة ضخمة جدا يأكل منها الحجيج. فقالت أهو في الجنة؟ علشان الكرم ده والعطاء، الرجل كريم. فقال لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مفيش في ذهنه حاجة زي كده، هو بيعمل كده للدنيا. أحمد حضرتك يا مولانا، الذكر بأسماء الله الحسنى يكفي ولا لازم تدرس كمان؟ لازم الواحد يدرسها ويعرف معانيها بالتفصيل بشكل دراسي يعني، ولا الذكر بيها كفاية؟ كل حاجة ليها درجة وليها عمق وليها ثواب. اللي بيذكر من غير ما يتأمل ويتدبر هياخد ثواب برضه، بس ثواب يعني من درجة، لكن لو تدبر وتعلم شرف العلم فوق كل شرف، ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف. فلا بد علينا كما أؤكد لكم دائما فيما لما تسألوني كيف وكذا، المعرفة. فالمعرفة دي هي خطوة أساسية ندرك بها الأشياء، نفهم بها الأشياء، وأيضا هتوصلنا بعد الفعل وبعد الاستمرار إلى أن نعيش هذه الأشياء. طيب حضرتك، دراسة الأسماء أو التعرف على الأسماء علشان نعرف ربنا أكتر ونحبه، ولا علشان ربنا ينعم علينا بالأسرار اللي في الأسماء، ولا عشان الاثنين؟ اهتم علماء المسلمين بشرح أسماء الله الحسنى، فترى الإمام الرازي شرح أسماء الله الحسنى، قبليه الإمام الغزالي شرح أسماء الله الحسنى، بعديه كثير جدا من الناس يشرح أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى فيها حاجة ناس مش واخدة بالها منها، وهي أنها محور منظومة القيم في الإسلام. محور منظومة القيم في الإسلام. إذا أردت، إحنا بنقول اللي وارد في السنة في الأحكام الشرعية وفي القرآن في الآيات المتعلقة بالفقه كله 5% و95% أخلاق. طب إيه محور الأخلاق دي؟ إيه هي المحور بتاعها؟ أسماء الله الحسنى، الكمال والجمال والجلال، أن نصدق بهذا ونتخلق بهذا ونتعلق بهذا. هيقول الأمر بينا علشان نصل لهذا إلى التخلية والتخلي والتحلي حتى التجلي. هيقول بنا الأمر في هذا إن إحنا نقول لربنا أنت مطلوبي ورضاك مقصودي. أسماء الله الحسنى هي محور المنظومة الأخلاقية. الأزمة بتاعت عصرنا أحد معالمها أن الأخلاق أصبحت نسبية، فلم تعد هناك منظومة أخلاقية، أصبحت الأخلاق وكأننا يعني إحنا اللي بننشئها إنشاء، لغاية ما الأولاد بتوع الأناركية الفوضوية
يقول لك والله ما فيش اخلاق. طب ما الناس تتهارج، طب ما الاجتماع البشري ده يتفكك لو ما كانش فيه اخلاق. قال لي احنا هنعمل اخلاق. طب هتعملها ازاي؟ قال ننزل على النت يا جماعه الكذب ينفع ولا ما ينفعش؟ ف70% قالوا ينفع، يبقى الكذب كويس. 70% قالوا لا ما ينفعش، يبقى الكذب وحش لسه. وهيجي في يوم من الايام لما يوصلوا 70% يقولوا ايوه الكذب يبقى حلو. الكبر وحش ولا حلو؟ نسأل الناس، نعمل قياس واستطلاع رأي، نشوف الرأي والرأي المعاكس. وده جاي لكم منين ده؟ الأخلاق مطلقة، مطلقة يعني متجاوزة للزمان والمكان. الأخلاق لما جينا واتخلقنا في هذا الكون لقيناها، لقينا إن الكذب ملوش رجلين، وأنه لا يزال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وأنه لا يزال يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وأن الصدق يهدي إلى التقوى والتقوى تهدي إلى الجنة، وأن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار. كل الحاجات دي قبل إحنا ما نيجي هنا في الدنيا، فلما جينا لقيناها فدي مطلقة. لا، نيتشه قال لهم كل حاجة نسبية، كل حاجة نسبية، عيش حياتك بقى. ادي المصيبة اللي احنا عايشين فيها في عصرنا، من أزمات العصر اللي احنا فيه، القول بنسبية الأخلاق. لا، ده أسماء الله الحسنى هي محور القيم والأخلاق، ومحور القيم والأخلاق بتدل أن هذه الأخلاق مرتبطة بالعقيدة، ومحور القيم والأخلاق بتدل على أنها مطلقة وليست نسبية. وبناء على كل هذا التصور بنعرف يعني إيه أسماء الله الحسنى، وبالتالي يعني إيه الأخلاق. نعم، يعني الهدف الأكبر من التعرف على أسماء الله الحسنى أن احنا نعرف ربنا ونحبه فنعبده بحب. كل المعاني اللي انت بتدندن حولها هي موجودة فيها، لأنه ربنا لما خلق الكون ده ما خلقوش على هيئة خط كده مستقيم كده هو خلاص، لا، ده على هيئة شبكة. الشبكة دي متداخلة في دايرة كده ودايرة كده ودايرة كده وهكذا، شبكة. والشبكة ليها خطوط كتيرة، والخطوط الكتيرة بينها علاقات كتيرة. فأسماء الله الحسنى بتعرفك قدر الله، فبتخليك تعبد من أزيلت الجهالة في ذهنك عنه. مش بتعبد وهما، ده انت بتعبد رحمانا رحيما حكيما قادرا عليما مريدا كده. ده أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى بتخلي عندك أخلاق. أسماء الله الحسنى بتؤدي بك إلى سعادة الدارين. أسماء الله الحسنى بتؤدي إلى الطمأنينة والأمن المجتمعي. أسماء الله الحسنى بتؤدي إلى ترتيب الذهن. أسماء الله ما هيش حاجة كده خطية، هي حاجة مكونة من شبكة. لما جه وقال له يا رسول الله تشعب بنا الإسلام، شبكة كبيرة، فقل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك فيه. اديني مفتاح كده، بحيث اذا مشيت هتلاقي دي موصله لدي، هي دي موصله لدي. فقال قل امنت بالله، ادي الاساس، ثم استقم. خلص الكلام، ده مفتاح. لما تنفذ هذا وتدخل في امنت بالله ثم استقم،
تلاقي كل الإسلام معاك. كان يأتيه الناس فيجاوب على قد حال السائل، في حين أنك لو مسكت عروة واحدة من هذه الأعمال هتوصلك لكل الأعمال. ما أحب الأعمال إلى الله يا رسول الله؟ أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين، أحب الأعمال إلى الله سبحة الحديث، أحب الأعمال إلى، امسك واحدة كده هتلاقي كله حصل معاك. لا، هي شبكة وليست خط. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.